السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ساكم الله بالخير، يعطيكم العافية وشكرا على حضور هذه المحاضرة أو الورشة. إن شاء الله نكون خفيفين عليكم اليوم، ما منطول عليكم، ندش على طول على محاضرتنا اللي هي بعنوان كيف تلتقط صورة ناجحة. طبعا بداية أعرفكم بنفسي، معاكم أخوكم فاضل المتغوي، مصور بحريني، حامل لقب امتياز الفياب من الفيدرالية الدولية لفن التصوير، ولقب البراعة من الجمعية الأمريكية، ولقب أفروديت، ولقب التميز من اتحاد المصورين الدوليين، عضو في هاي المنظمات ومحكم دولي، وحاصل على أكثر من 540 جائزة دولية. طبعا ندش على طول، طبعا هذه بعض الإنجازات وإن شاء الله كلكم تحصلوها مستقبلا. اوكي، التصوير، خلينا نتكلم بشكل عام. التصوير هو احساس قبل ان يكون مجرد لحظه تلتقط لمكان او حاله ما، والصوره من غير قصه تحكيها هي مجرد خطوط والوان من غير روح. فلازم ان تكون الصوره فيها قصه تشد المشاهد. هل الصوره هي فقط الناس تنجذب لها فقط بسبب الألوان أو لشيء ثاني؟ اليوم عندنا ثلاث محاور إن شاء الله ندخل فيها بتفاصيل، ما بدش لكم يعني بالعمق، ولكن بتفاصيل رئيسية. طبعا هاي بعض الأعمال، أوكي. أول محور بنتكلم فيه اليوم هو التكوين، الكومبوزيشن، هي قواعد فنية تستخدم في عالم التصوير الفوتوغرافي وطبعا عالم الرسم أيضا، وهي قواعد لابد للمصور استغلالها أثناء التصوير. هناك أنواع كثيرة، اليوم بتطرق لبعضها، وهي أفضل القواعد الموجودة في عالم التصوير الفوتوغرافي، وهي قاعدة الأثلاث. الصورة مثل ما تشوفونها أمامكم هذه، عينك بتنجذب إلى الشخص الموجود في الصورة. ليش؟ لأن الصورة تتقسم إلى أثلاث، عرضية وطولية. النقاط هذه اللي تلتقى فيها الأضلاع هي تعتبر نقاط رئيسية في العمل الفوتوغرافي. عليك أخي المصور أو أختي المصورة أن تستغلي هذه النقاط الموجودة في الكاميرات، موجودة حتى في الكاميرا بعد، لوضع العنصر الرئيسي اللي حابين تصوروه. يعني بمكان يعني أثناء التصوير أن أستغل هذه الخطوط لوضع العنصر الرئيسي أو اللي يتمحور أن العمل في هذه النقاط. الصورة الثانية، قاعدة ثانية يسموها الخطوط القيادية. عين الإنسان تنجذب للخطوط، طبعاً هذا أمور باللاوعي، يعني أنت من غير ما تحس عينك أنت كبشر تنجذب لشيء فيه خطوط في الصورة، يعني توديك إلى حاجة تتبين بشكل واضح. نروح للقاعدة، القاعدة مثل ما تلاحظون أن قبل وبعد، تشوفون أن هناك زوايا وخطوط رايحة للعناصر الموجودة في العمل. فدائما أثناء التصوير استغل الخطوط، مثلا شوارع، طريق في مزرعة مثلا ممتد إلى الشخص، حاول تستغل هذه الخطوط. مادام تحدثنا عن الخطوط، نتحدث عن النقطة الثالثة أو القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة هي يسموها الخطوط المائلة. طبعا هاي الخطوط المائلة، آسف نرجع، طبعا تعمل حركة ديناميكية في العمل الفوتوغرافي، تخلي فيها الصورة فيها حيوية. حاول انك تصور ناس تنزل او ناس ترتفع في اثناء الصورة. التأطير، احد قواعد التكوين يسمونها الفريمينج باللغة الإنجليزية، وهي باللغة العربية يسمونها التأطير. هي استغلال النوافذ، الأبواب أو الأشكال الهندسية المتشابهة في الصورة. فحاول تبحث عن
أشكال هندسية في العمل الفوتوغرافي وتوضع العنصر المراد تصويره أو استغلاله. مثل ما تلاحظون استغليت النوافذ الموجودة في المشهد ووضعت العنصر اللي أريد وضعه في العمل، وبكل تأكيد بتكون الصورة قوية جدا لأنها بها قواعد تكوين وهي قواعد تأطير. طبعا استغليت في العمل هذا ليس فقط التأطير، ولكن استغليت القاعدة الأولى وهي قاعدة الثلث بالإضافة إلى قاعدة التأطير. بإمكانك أخي المصور أو أختي المصورة أنكم تستغلون أكثر من قاعدة في نفس العمل الفوتوغرافي. قاعدة جميلة جدا جدا وهي يسمونها figure to ground. يعني لازم أنت كمصور أنك تستغل الألوان اللي خلف الموديل وأن تكون متباينة، وهناك تباين كونتراست ما بين العنصر وخلفيته. يعني مثلا خلفية زرقاء وعنصر، يعني ألوان مثل ما أنتم تعرفين في التصوير هناك ألوان باردة وألوان حارة. الألوان الحارة هي الصفراء، البرتقالية، الحمراء. الألوان الهادئة هي الألوان الزرقاء وهكذا. هاي الصورة مثلا برز العنصر لأنه هو لونه أصفر حار وخلفيته زرقاء، الباب لونه أزرق فاتح، فكان هناك تباين. فلازم تخلي تباين، يا يعني مثلا أبيض وأسود، أو يعني التباين يجب ألوان كثير ليس فقط بالألوان، حتى في الألوان الأحادية يعني بلاك أند وايت الأسود والأبيض. قاعدة المثلثات، هناك قاعدة بعد في التكوين يسموها قاعدة المثلثات الترينجلز. هذه المصور بإمكانه يستغل هذه القاعدة في تصويره. تلاحظون هذه الصورة اللي أمامكم، هي الصورة طبعا ملتقطة في المغرب العربي. هي صورة إلى امرأة طالعة على الدرج. أخذت الصورة بتكوين أن تكون الصورة باستخدام قاعدة المثلثات اللي هي هذه. يعني تلاحظون أن الصورة هي تنقسم إلى مثلثين. فالصورة هذه لو تلاحظون نرجع لها، هي صورة تم استغلال قاعدة المثلثات، وهي قاعدة جميلة جدا جدا في أثناء التصوير أنك تلتقط صورة بها مثلثات. هي الصورة الآن تلاحظونها، المثلثات واضحة جدا جدا. أحد القواعد في التكوين هي قاعدة ملء الإطار. يعني تحاولون أن تخلون الشخص ياخذ الإطار كامل، ياخذ الأضلاع الأربعة كامل، تقرب وايد، يعني تصير وايد كلوز للشخص حق تبين تفاصيل، بخاصة يستخدمونها في تصوير البورتريت اللي هي تخلي الشخص جدا جدا قريب لك. يعني أن من خلال إذا عندك عدسة صغيرة بإمكانك تتقدم أنت للشخص، أو إذا عندك عدسة زوم بإمكانك تأخذ الفل الرنج مالها وتروح تسوي لك كلوز أب إلى الشخص. هذه صور تبرز بعد لأن بتخرج فيها تفاصيل كثيرة جدا. قاعدة يسموها العين المركزية، هي قاعدة بعد من القواعد الجميلة على المصور استغلالها. قبل، أنا دائما أرجح قبل الدخول في عالم التصوير لابد تتعلم أساسيات، واليوم العالم صار قرية صغيرة. بطقة زر على جوجل بإمكانك تبحث عن هذه القواعد وتقرأ عنها أكثر. كل ما درست وكل ما تعلمت صار يعني عملك بالخارج الأوتدور أكثر حرفية من مجرد هاوي. نرجع إلى القاعدة هذه يسمونها العين المركزية اللي هو Center Dominated Eye. إن هناك عين هي محور العمل، هي مركز العمل. الآن أنتم مثل ما تشوفون العمل أمامكم، أول شيء يجذبكم إلى الصورة هي العين. العين هي محور العمل. بعد الثبات في نظرك للعين، عينك بتاخذ لفة كامل على الصورة.
تشوف تفاصيل الصورة كامل، الطفل وين جالس، شنو هم يود، يعني كل التفاصيل الأرضية، وبترجع ترجع إلى العين. فالعين هي المحور الأساسي. العين لازم تكون في منتصف العمل، مثل ما هي الصورة الآن. الخط يكون لازم يكون بالضبط، عين أحد عين الموديل لازم تكون بالضبط في منتصف العمل. فالعمل الفوتوغرافي هو عمل يندرج تحت القواعد، فلابد لك كمصور أن تعي هذه القواعد الفوتوغرافية للخروج بعمل جميل جدا. هناك مثل ما خبرتكم مع بداية حديثي أن هناك أنواع كثيرة من القواعد بإمكان استغلالها، بإمكانك استغلالها أيها المصور للخروج بعمل فوتوغرافي جميل جدا. قاعدة أخرى يسمونها الأنماط أو التكرار. مثل ما تلاحظون في هذا العمل ليس فقط الألوان أو التباين اللي تحدثنا عنه اللي هو figure to ground، إنه هو لونه أخضر على لون أحمر، يعني حار ولون حار ولون بارد. لا، هناك استغلال آخر بقاعدة أخرى اسمها الأنماط والتكرار. مثل ما تلاحظون إن العمائم الموجودين في الصورة، العناصر الموجودة فيهم عمائم، والعمائم هذه مكررة، تشوفون فيها تكرار. فأحد عناصر القوة في العمل الفوتوغرافي هي في قراءة العمل الفوتوغرافي هي التكرار. تلاحظون أن العمائم متشابهة ومتناسقة، فعليك أخي المصور أن تعي هذه القاعدة أيضا. هذه القواعد الأخرى اسمها التماثل. التماثل طبعا أنا أتكلم بشكل سريع لأن نبندش في المحاضرة بشكل أوضح إن شاء الله. هناك قاعدة يسمونها قاعدة التماثل اللي هو السيمتري، إن لو أخذت الصورة بالمنطفق قصيتها وخليتها في الجهة الأخرى بتكون تقريبا مطابقة. فهذه قاعدة جميلة جدا في التصوير، وتكون جميلة جدا ومريحة لعين الإنسان. فحاول تستغل أي صورة إن بإمكان الأخذ التماثل فيها. قاعدة يمكن تكون غريبة شوية على البعض، ولكن هي من القواعد الرئيسية في العمل الفوتوغرافي، وهي قاعدة الرول أوف أودز اللي هي العدد الفردي. حاول دائما تستغل في العمل الفوتوغرافي أشياء فردية. يعني الآن مثل ما تلاحظون أمامكم في الشاشة هناك ثلاث تفاحات. لو كانت تفاحتين ما بتكون قوة العمل بقوة الثلاثة. طبعا هذه أشياء اكتشفها السابقون في عالم الفن. أنا ما أتكلم فقط عن التصوير ولا أتكلم حتى عن الرسم، إن الأودز نمبر هي أكثر انجذابا. الإنسان أقل الإنسان ينجذب إلى الأعمال الفردية أو الأشياء الفردية عوضا عن الأشياء الزوجية. حاول تبحث عن أشياء فردية أو تضيف عنصر ثالث أو عنصر خامس أو عنصر سابع في العمل الفوتوغرافي. الصورة اللي جنب صورة التفاح مثل ما تلاحظون هناك أيضا عدد فردي. هناك خمس، هناك يعني ثلاث شخصين، يعني لو تلاحظون هناك ثلاث أشياء. هناك أعزكم الله كلبين وهناك إنسان. فثلاث عناصر مختلفة موجودة. التباين طرقت له من شوية أنا، ولكن هذه قاعدة تختلف شوية، وهي باستغلال تباين الألوان أو تباين الإضاءة. فهناك تباين أيضا يسمى تباين كونتراست، نعتمد عليه في صور البلاك أند وايت اللي هي الصور الأسود والأبيض. مثل ما تلاحظون هناك طيور، خلفية الطيور هناك خلفية بيضاء، وهناك طيور بيضاء خلفية سوداء. فعين الإنسان ستنجذب لهكذا أعمال، فلا بد أن تكون
يعني جدا حريص وعينك جدا منجذبة لهكذا مشهد وتلتقطه سريعا. يعني مع البلاك اند وايت هناك ألوان، صور اللي فيها تباين ألوان تكون متميزة. هناك مثل ما تلاحظين حبوب لونها بني أو يعني دارك شوية بعد، وهناك لون مختلف لون أخضر يعطي جمالية جدا، وبيبرز هذا اللون فقط في مجموع أو لون أحادي لون واحد، وهناك عنصر مخالف، المخالفة هي التي تعطي جمالية جدا في العمل الفوتوغرافي. ننتقل إن شاء الله إلى المحور الثاني واللي يحتاج شوية تركيز اليوم، لأن هو أساس التصوير الفوتوغرافي، هو التعريض الصحيح. طبعاً قبل لا ندش في التعريض هناك أساسيات، اليوم بتكلم عن أساسيات اليوم محاضرتنا هي للمستوى الأول والمستوى المتوسط، يعني اللي ما يعرفون شوية فوتوغراف يدشون في هذا المجال، هذه المحاضرة لكم. وللمستوى المتوسط إعادة بعض النقاط الرئيسية في الذهن حتى لا تنساها أثناء التصوير. التصوير يعتمد على شيء اسمه مثلث التعريض. مثلث التعريض هو ينقسم إلى ثلاث أضلاع، عندنا الشتر اللي هو سرعة الغالق، وعندنا فتحة العدسة، وعندنا الآيزو. هاي ثلاث أمور إذا تحكمت فيها خرجت بعمل جيد. لازم نعرف أن سرعة الغالق كل ما يعني لو تلاحظون كل ما كبر العدد، يعني مثل ما نروح مثلا واحد على ألف من الثانية صار تجميد للعمل، صار العمل ثابت. كل ما بطأ الشتر سرعة الغالق كل ما صارت الصورة مهزوزة. المحور أو الضلع الثاني يسمونه ضلع فتحة العدسة اللي هو الأبرتشر، هاي مندش فيها حن تفاصيل أكثر وأكثر. وهناك ضلع ثالث يسمونه الآيزو، حق تكون الصورة أوضح لكم مندش فيها تفاصيل حبة حبة حتى لا تندوشون بالكلام. طبعا أول ما نتكلم عنه، هذا يتكلم عنكم عنه، فتحة العدسة. شنو فتحة العدسة؟ الكاميرات يعني بها عدسات مختلفة، بإمكانك يعني دائما احنا نقول ان الكاميرات اذا تشتريها تجي معها عدسة مثلا 18-55 كعدسة بدائية، دائما يقول لك الخروج بصور افضل خذ لك عدسة او اشتري لك عدسة. ليش اشتري لي عدسة؟ شنو العدسة؟ العدسة هي وفتحة العدسة، فتحة العدسة تؤثر بشكل مباشر على كمية الضوء اللي تدخل في الكاميرا حتى تلتقط العمل الفوتوغرافي. والفتحة هي عبارة عن مجموعة من الصفائح داخل العدسة تتداخل مع بعضها البعض لترك فتحة صغيرة في المنتصف مثل ما تلاحظون هنا، زين، ويمكن توسيعها أو تضييقها بحسب كمية الضوء المطلوب. يعني بإمكانك فتحة العدسة إذا كانت مثلاً فتحة 1.4 بيكون إضاءة عالية بناء على فتحة عدسة F32. طبعاً فتحة العدسة يرمز لها إلى شيء اسمه F اللي هي فتحة العدسة، وهو اختصار لكلمة focal length، ويظهر الحرف F وبجانبه مثل 1.8. يعني مثلا تلاحظون في العدسة أول ما تشترون عدسة أو تطالعون في العدسة مكتوب عليه F، F اللي هي تعطي رمز إلى كم بإمكانك تتوسع العدسة لكم فتحة. ففتحة العدسة 1.8 هذا الرقم يرمز لمقدار فتحة العدسة، وعلاقة رقم F بفتحة العدسة عكسية. لا تسألوني ليش، لأن احنا حتى في بداياتنا في التصوير الفوتوغرافي سألنا أنفسنا، بس هي كذا، الفوتوغراف كذا، أوكي. كلما نقص الرقم كانت فتحة العدسة أكبر.
لذلك نرى العدسات الأكثر احترافية فيها رقم F أصغر، مثل عدسة F1.8 أو F1.2. أي أن فتحات العدسة فيها يمكن أن تفتح لأكبر فتحة هي 1.2، والرقم 22 يشير لفتحة عدسة ضيقة جداً جداً. أتمنى أن تكون الصورة واضحة. كل ما فتحنا العدسة دخل ضوء أكثر للكاميرا، كل ما ضيقنا العدسة كل ما دخل ضوء أقل للكاميرا. فهذا أحد الأضلاع الثلاثة اللي لازم تعرفها وتتحكم فيه بشكل جيد. نعود لكم مرة ثانية، سموحة تأخرنا عليكم، معذرة. مثل ما تلاحظون هنا أن فتحة العدسة ليست فقط تؤثر على الضوء الداخل الكاميرا، وإنما تؤثر أيضاً في عمق الميدان اللي يسمونه depth of field. كل ما كبرت فتحة العدسة دخلت إضاءة أكثر وصار عزل للخلفية. كل ما العدسة ضاقت يكون عمق الميدان أوضح وإضاءة أقل. هاي الصورة تبين لكم جداً جداً بشكل بسيط ومبسط فتحة العدسة وتأثيرها على عمق الميدان. إذا تلاحظون 1.8 F1.8 تكون العزل كبير، العزل يكون كبير جدا جدا مقارنة بفتحة عدسة F16 أو F22. فإذا حاب أن تعزل خلفية الموضوع حاول تبحث عن عدسة لديها فتحة عدسة يعني واسعة F-stub كبير مثل 1.8 أو 1.2 أو 1.4. مقارنة إذا حاب تطلع العنصر الأمامي وخلفه خلفيته واضحة جداً، بإمكانك استغلال فتحة العدسة الكبيرة وتبدي من F11 F16 وهو رايح فوق. يعني كل ما زاد العدد زاد التداخل الخلفية مع الموضوع وصار بشكل أوضح جداً جداً. نروح للضلع الثاني من مثلث التعريض اللي هو يسمونه الشاتر سبيد اللي هو سرعة الغالق، وهو آلية ميكانيكية شبيهة بالستائر تكون في داخل الكاميرا تغطي حساس الكاميرا ويتحكم بالمدة الزمنية التي سيدخل فيها الضوء إلى المستشعر، ويمكن استخدام سرعة الغالق لتجميد حركة الأشياء. على سبيل المثال عند تصوير طائر في السماء أو سباق سيارات فورمولا 1 عندنا في البحرين أو لاعبي كرة قدم، فيجب استخدام سرعة غالق عالية لكي تجمد حركة الأشياء أثناء التصوير، مثل سرعة 1/1000 أو 1/2000 وهو رايح. أما عند استخدام سرعة شتر غالق بطيئة جدا مثل ما ذكرت لكم بشكل مبسط من شوية، مثلا 3 سكند يعني 3 ثواني، فهذا يجعل الحركة أكثر انسيابية كما في تصوير الشلالات مثل الصورة هذه مثلا. المياه صارت بهذه الكيفية لأن تم استغلال الشتر سبيد البطيء. كل ما بطأ الشتر سبيد أو سرعة الغالق كل ما بطأ صارت الحركة أهدأ وأبسط مقارنة بتجميد حركة بسرعة عالية. الضلع الثالث هو يسمونه الحساسية للضوء الآيزو. الآيزو هو عنصر الثالث في مثلث التعريض، وهو ما يتأثر به الصورة ومرتبط بحساس الكاميرا بشكل مباشر، فهي حساسية المستشعر وقدرته على امتصاص الضوء. بإمكاننا خداع الكاميرا ونقول له ترى بالإضاءة اللي داشة قوية، وذلك برفع الآيزو. وأحياناً إحنا ننزل الآيزو إلى تقريباً 100 أو أقل، الآن توصل حتى 50 لإعطاء نويز أقل في العمل. فأخي المصور حاسب لا ترفع الآيزو بشكل كبير، لا تتحكم في الكاميرا بشكل كبير بطريقة الآيزو. وأنا أتكلم عن أكثر شيء اليوم، أنا أتكلم عن الدي اس ال ار أو الكروب سنسر في الدي اس ال ار، الكاميرات الدي اس ال ار. مع هاي التقنية الجديدة اللي نزلت عندنا في يعني في الوطن العربي وفي العالم، وصلت عندنا بالوطن العربي، هي الكاميرات الديجيتال. الديجيتال الآن أو الميرورليس، طبعا كلهم ديجيتال، اللي أتكلمك عن الميرورليس الآن وحتى الفول فريم في الدي اس ال ار ما عندنا خوف إذا رفعنا الآيزو.
الخوف إذا رفعنا الآيزو في الكاميرات الصغيرة اللي هي يسمونها الكروب. الموضوع الثاني اللي بنتكلم فيه في المحور هو وضعية قياس شدة الضوء. كل كاميرا فيها ميترين، فيها مقياس يقرأ الضوء وعلى أساسه يتيح للمصور معرفة هل هي الصورة مرتفعة إضاءتها أم منخفضة الإضاءة. طبعاً الميترين يختلف من كاميرا لكاميرا، مثلاً كاميرات الكانون تختلف عن كاميرات النيكون، تختلف عن كاميرات السوني. في أسماء أحياناً مختلفة ولكن تؤدي نفس الغرض. يعني اليوم مثلاً نتكلم عن كانون، مثلاً الفلويتيف ميترينج مود هو بالضبط مثل النيكون اللي اسمه الماتريكس وهكذا، بس في أشياء متشابهة مثل السنتر ويت أو السبوت ميترينج. طبعاً هذه أمور جداً جداً مهمة حتى تأخذ التعريض الصحيح للصورة. مثل ما تلاحظ هنا أخي المصور أن الإيفالويتينج أو المستشعر التقديري أو القارئ التقديري للصورة يأخذ القراءة الصورة الفريم كامل كل البكسلات يرتبها بشكل جميل ويعطيك إضاءة طبعا في اقل يعني باقل من ثواني، يعني جزء من الثواني يقول لك ان هي اضاءه مرتفعه او قليله، لانه ياخذ الاضاءه الموجوده في كل الاطار. اذا رحنا للشكل الثاني يسمونه السنترد ويت، السنسر او الميتر يعطي الكاميرا انديكيشن او يعطيها معلومه ان تقول لك اعطني بس الوسط، الاضاءه اللي بالوسط، وخلي الأمور الثانية يعني لا تحط لها أي اهتمام. وهناك الثالث وهو السبوت ميترينج. طبعاً البارشل هو تقريباً مشابه للسنتر ويت بجزئيات مختلفة بسيطة. ندش بالتفاصيل. مثل هذه الصورة، طبعاً الماتريكس أو الإيفالويتينج مثل ما خبرتكم أنه يأخذ الصورة كلها، بيأخذ الصورة كلها ويضع قياس يسمونه القياس المصفوف أو وضع القياس التقييمي أو التقديري. هو قياس افتراضي في معظم كاميرات DSLR يعمل من خلال تقسيم الإطار بأكمله إلى مناطق متعددة، وهو يأخذ الإضاءات الموجودة المحتمة واللي فيها إضاءات ويعطيك متوسط إضاءة معينة. طبعاً ليس فقط ياخذ على الاضاءه، ياخذ بعد على المسافه وياخذ على الالوان التي تؤثر على معيار الصوره. طبعا منطقه تركيز الفوكس هي مركز او ارتكاز كبير لهذا النوع من القياسات من الميتري، ولكن بشكل عام هذا المقياس هو اللي يستخدم تقريبا في 90% من كاميراتنا واستغلالنا. حتى احنا كمصورين ناخذ هذا الطريقه في اختيار الميترينج. فابحث عن كاميراتك، بتشوف الميترينج مود، بتشوف الاشكال اللي خليت لك من شويه، اختار هذا المود او هذا الاختيار في يسمونه الماتريكس او الايفالويتيف ميترينج مود. هذا يعطيك تقريبا 90% من الاضاءه الصحيحه، إلا إذا عندك شيء ثاني وهو قياس المركزية. طبعاً هذا الإطار إذا استخدمنا إطار كامل لتحديد التعريض الضوئي الصحيح ليس بالضرورة صحيح دائماً، لأن كاميرك ساعات ما تأخذ الفكرة أو ما تأخذ باللي أنت في بالك. يعني ماذا لو كنت تحاول التقاط صورة لوجه شخص خلفه الشمس؟ إذا رحنا بالتعريض أو اختيار القارئ المثال الأول بيعطيني إضاءة متوسطة، إن ما تخلي الإضاءة الخلفية كبيرة وبتعتم لي الشخص اللي أمامي. لكن لو أخذت مقياس الإضاءة أقول للكاميرا أخذي أعطيني الإضاءة الصحيحة على وجه الإنسان أو وجه الحيوان أعزكم الله، وتجاهلي أيتها الكاميرا كل الإضاءات المحيطة بهذا الشخص مقارنة بالماتريكس ميترينج.
لا ينظر قياس المركز اللي هو مثل هذا الاختيار إلى نقطة التركيز التي تحددها، ويقوم فقط بتقييم المنطقة الوسطى من الصورة. حتى لو أنت اخترت فوكس يمين أو يسار، ما زالت الكاميرا بتأخذ قراءة منتصف الإطار. فالفوكس ليس بالضرورة يأخذ قراءة الضوء، اللي يأخذها اللي يأخذ السنسر باختيارك للميتري مود. استخدام هذا الوضع عندما انت بامكانك تستخدمه عندما تريد ان تعطي الكاميرا الاولويه لمنتصف الاطار مثل ما ذكرنا، والذي يعمل بشكل رائع للصور عن قرب والاهداف الكبيره نسبيا الموجوده في منتصف الاطار. على سبيل المثال كما قلنا انك انت تلتقط صور لوجه الشخص مع وجود شمس خلفه، فان هذا الوضع سيكشف وجه الشخص بشكل مناسب، بتعطي اضاءه واضحه على شخص الوجه. طبعا هذا النظام يستخدم كثيرا في حتى في تصوير الاعراس او تصوير الاطفال على السواحل. هذه الصوره تخلي الصوره مثل ما سمعتم، كنت سمعتم بالمفرده هي الهاي كي في التصوير الفوتوغرافي، انها تكون اضاءه الخلفيه وايد، يعني اضاءتها عاليه ما تبين فيها اي حاجه، ولكن يبين الشخص بشكل جميل جدا بدون ما يكون تباين مالي كبير جدا. بقعة القياس سبوت ميترينج، هاي ماذا نستخدمها؟ هذه تستخدم بشكل كبير إذا كان العنصر المراد في تصويره صغير جدا في الإطار، مثل الطير مثلا، عصفور، أو حتى في شخص بس يكون يعني مساحة صغيرة جدا جدا في الإطار. فأنا أقول للكاميرا ابتعدي عن أي حساب للإضاءة الموجودة في الإطار، وخلج في هذه النقطة بالذات، أعطيني تعريض هذا الطير مثلا، أو أعطيني أيتها الكاميرا إضاءة على هذا الشخص فقط. فمن هنا الكاميرا تعطيك تعريض صحيح جدا جدا على السبوت، على النقطة التي تريد إضاءتها بشكل جيد جدا. موضوع ثالث في نفس المحور يمكن سمعتوا عنه، طبعا مو انستغرام، اسمه الهستغرام، مشابه للانستغرام، نفس المسمى تقريبا، بعض الحروف مختلفة ولكن مختلف جدا في المعنى. الهستغرام هو موجود، هو جدولة حسابية تستخدم في أمور كثيرة، ومنها في عالم التصوير وعالم الكاميرات. الهستغرام مثل ما تلاحظونه تشوفونه في الكاميرات وتشوفونه في بعض برامج المعالجة، تظهر لك هذا الشكل. فلازم احنا نعرف شنو معنات هذا الشكل. هذا الشكل الانستغرام يتجزأ إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول يسمونه منطقة منخفضة التعريض، يسمونها الشادو، الظلال. المنتصف منطقة متوسطة التعريض، يسمونها الميد تون. والثالث هي منطقة عالية التعريض، يسمونها الهايلايت. طبعا كل جزئية بتكلم فيها بشكل منفصل حتى تفهم بشكل جيد جدا. طبعا تكلمنا عن هذا الانستغرام. الآن لو كان الانستغرام ماخذ كثير على الجهة اليسرى، بتكون منطقة منخفضة التعريض، بتكون منطقة الصورة مظلمة. إذا كان الانستغرام مايل بشكل كبير جدا على الجهة اليمنى، بتكون منطقة عالية التعريض، بمعنى أن الصورة محترقة، احنا نسميها صورة محترقة، يعني ما فيها تفاصيل. إذا الانستغرام صاير في منطقة الوسط، بيكون التعريض تقريبا 90% صحيح، إلا إذا هناك بعض الأعمال نحتاج أن نودي فيها يمين وايد أو يسار وايد، بالأخص في مثلا تصوير الثلوج الكاميرا ما بتعطيك هذه القراءة. هنتكلم عن التصوير العادي اللي هنصوره بشكل عام، تصوير
يعني في الستريت في الشوارع أو تصوير العوائل أو تصوير الهواة بشكل عام. طبعاً في كل منطقة إليها اختلاف، يعني اليوم ده نتكلم في منطقة خلفيتها سوداء أو الكاميرا بتقول لك إن هذه سوداء، فلا تقول إن هي خطأ، لا أنت هي بتكون كذا. إذا بتصور في الثلج الانستغرام بيكون على جهة اليمنى كثير، فأنت لاحظ. طبعاً هذا الانستغرام نحتاج جداً جداً لقراءة العمل، لأن أحياناً الكاميرا تخدعك، يعني الصورة اللي بتشوفها تقول الله أنا رحت طلعت وصورت، فأثناء التصوير شفت الشاشة أن إضاءها صحيحة وهي إضاءتها غير صحيحة، لأنك كنت أنت مثلاً في شمس أو كنت في ظلال، فالكاميرا ما بتعطيك. يعني إذا صويت ريفيو للصورة ما صورتها سويت لها ريفيو، أنت بتشوف إضاءة الشاشة وليست إضاءة الصورة. شلون أشوف إضاءة الصورة؟ بإمكانك تروح إلى الانفو أو الريفيو في الكاميرا، تطلع المعلومات وتطلع بيطلع عليك الانستغرام مثل ما تشوفون في هذه الصورة. هذه الصورة تعريضها منخفض جدا، يمكن في الكاميرا تطلع لي بشكل واضح، ولكن الانستغرام هو اللي بيعطيني الرسالة الحقيقية، هل هي صورة صحيحة إضاءتها أو خلفية أو خطأ. يعني الآن الانستغرام هذا بيّن لي أن الإضاءة رايحة جداً على اليسار اللي يسمونها under expose، إضاءة منخفضة يعني الشادو عالي جداً، وهذه صورة خاطئة جداً. روح المثال الثاني، هي نفس الصورة ولكن الانستغرام راح الجهة اليمنى كثير، هذا يعطيني indication، يعطيني معلومة أن الصورة فيها خطأ، يعني الصورة إضاءتها غير موزونة، يعني لازم أنا أروح أتحكم في سرعة الغالق أو فتحة العدسة أضيقها، إن إضاءة وايد داشة عندي. مثلاً أنا قاعد أصور على F4 مثلاً أو F1.8 أو F2 أو F5.6، فلازم أنا شو أسوي؟ أضيق على العدسة، يعني فتحة العدسة أضيقها شوية حتى الإضاءة اللي داخلة في الصورة للسنسر تقل. إذا أنا ما أبغي أتحكم في الشتر بإمكاني أتحكم في أحد الأضلاع. فاليوم يعني الآن بتكلم ياكم عن الشتر، فالشتر بإمكاني أن أزيده حتى تقل الإضاءة، أو أن فتحة العدسة من F2 أو F5.6 أخليها ل F8 أو F11. كل ما كبر العدد كل ما ضاقت فتحة العدسة، أو أن أتحكم في الضلع الثالث، وهذا الضلع الثالث دائما انصح ان ما تتلعبون فيه، تحاولون تتحكمون في الضلعين فتحه العدسه وسرعه الغالق. الايزو حاولوا تثبتونه على 100، ايزو 100 او ايزو 400 او ايزو 800 ماكسيمم اذا في الليل يعني، بس حاولوا الايزو، يعني هذا اخر حل تروحون له، يعني الايزو لا تتحكمون فيه، خلوه دائما 100، تحكموا في سرعه الغالق وفتحه العدسه. نرجع للأمثلة. هذا المثال قلنا أوفر إكسبوز، ليش؟ لأن الانستغرام بيّن لي أن الإضاءة وايد راح اليمين، فعرفت أن الإضاءة عالية جدا. نفس الصورة ولكن بتعريض صحيح، نشوف أن الصورة جميلة جدا، تفاصيلها ما عندي شيء أوفر إكسبوز ولا عندي شادو عالي، أن ما في تفاصيل يعني وايد محترقة الصورة. ليش؟ شنو اللي بيّن لي؟ بيّن لي الانستغرام بيّن لي شفتون انه صاير ناتشورال، صاير بالوسط، فلا رايح يمين وايد ولا رايح يسار وايد. فالانستغرام متوازن في المنطقة الوسطى وتسمى الميدتون. إذا خليت أنا الصورة في الميدتون ممكاني بعدين حتى في المعالجة أقدر أزيد إضاءتها أو أقلل إضاءتها، لأن عندي صورة صحيحة إضاءتها صحيحة. نروح لموضوع آخر ندش عليه، طبعاً اللي عنده أسئلة يقدر بإمكانه يخليها بعد المحاضرة إن شاء الله، بتطرق إذا عندنا وقت ندش فيه بشكل أكثر. خصائص رئيسية للصور الناجحة، عرفنا إحنا شلون نتحكم في مثلث التعريض، وعرفنا شلون نختار الميترين، وعرفنا تعلمنا اليوم قضية الانستغرام وشلون أنا أقرأ الانستغرام بشكل مبسط، ما دخلت لكم في التفاصيل ولكن بشكل عام اللي يحتاجه المصور.
نصائح أساسية منها ابحث عن البساطة في التكوين، ابعد المشتتات في العمل عن عين المشاهد، استغل الألوان الموجودة في العمل، التباين اللي قلنا له في أثناء التكوين، اختيار قاعدة التكوين، ابحث عن التباين الموجودة، ابحث عن الإضاءة الطبيعية الجميلة اللي داخل من النوافذ، من الأبواب، مثلاً تمشي مثلاً أنت في منطقة مثلاً بالخصف الظهر، إضاءة ساقطة من الشمس إلى منطقة في السوق مثلاً في الشارع بمكانك تلتقط تخرج بعمل جميل، الإضاءة هي بتكون العامل الجذب الأول في الصورة. فابحث عن البساطة، لا تحط عناصر كثيرة في العمل الفوتوغرافي. في هذه الصورة مثلاً شخص واحد، إضاءة جميلة، هناك أبعاد، بعد أول، بعد ثاني، بعد ثالث، هما طرقنا له، يحتاج محاضرة أخرى. طبعاً الصورة كل ما كان فيها أبعاد، يعني بعد أول مثلاً أمام العدسة اللي هي الحشائش اللي بالأمام، العنصر الرئيسي كان بالوسط والجبال كانت بالخلف، إضاءة بسيطة جميلة هادئة ما فيها تكلف، فكل ما كانت الصورة واضحة وهادئة يعني الشخص ما بيروح يلف بيقول شنو الموضوع، هاي موضوعها واضح جدا وجلي، وهو المزارعة، انها مزارعة في حقل قاعدة تشتغل اوكي، فتم توثيقها وبشكل بسيط جدا. التصوير احيانا هناك لقطات لا تعاد في التصوير، فحاول ان اسهل اعدادات تعرفها اشتغل بها. لا يعني احيانا ما عندك وقت ان الصور ما بتنعاد ما تتكرر، فعليك انك تثق في نفسك كمصور بعد ما تعرف وتاخذ تفاصيل التكوين، التحكم في اعدادات الكاميرا واللي طرقنا فيه من شويه، وعلى طول صور، لا تنتظر، ثق في نفسك بعد المراجعه وحاول تصور، حاول تتعلم، الممارسة هي أقرب طريق إلى الاحتراف. التعلم النظري لا يكفي، عليك أخي المصور أختي المصورة أن تطلعون وتصورون على الأقل بشكل أسبوعي في الويكند مثلا في الإجازات، هي هواية جميلة وعليكم أن تعطونها شوية من حقها، يعني في حق تطلعون بشكل أكثر جمالية في التصوير. مثلا هذه الصورة أنا كنت مستعد جداً في الصورة، يعني ماكو وقت لأن أروح أتحكم في الكاميرا، أنا أريد مضبط عدستي وعلى فتحة عدسة ثابتة، الآيزو ثابت، الشتر متغير. أحياناً أنا كمصور أحب أن أخلي يعني الخلفية معزولة، فدائماً أخلي على عدسة مثل ما خبرنا تكلمنا فيها 1.2 أو 1.4. هناك في الكاميرات، في كل الكاميرات تقريبا هناك شيء اسمه مانيوال أو بالأوتو، طبعا يا كاميرا تصور لك أوتو يا أن تصور مانيوال، يعني التحكم كل شيء فيها، أو أن تكون أبرتشر برايوريتي، يعني أنت تختار كمصور فتحة العدسة والآيزو والكاميرا تختار لك الشتر سرعة الغالق، أو بالعكس أنت تختار الشتر اللي هو سرعة الغالق الثابتة وثبت الآيزو والكاميرا بتعطيك فتحة العدسة المناسبة في التصوير. في هذه الصورة أنا كنت أمشي في الطريق، ثبت فتحة العدسة على 5.6 إضاءة، يعني عزل يعتبر متوسط ليس واسع وليس ضيق، الآيزو مثبتنا، الكاميرا اختارت لي الشتر، فهني مو ليس مجال ان اخليه مانيوال واتحكم في كل ضلع من الاضلاع مثلث التعريض، لا، استغل ذكاء الكاميرا ولكن بتدخل بشري، ان انا قلت للكاميرا ابغي الفتحه او ابغي هذه السرعه لسرعه الغالق. فلا يوجد وقت الى يعني التفكير في التصوير. صور بمستوى العين او اعلى قليل، طبعا كل البشر احنا كبشر
نرى من مستوى العين، أي أن الطرف الآخر في نفس مستوى العين بالوقوف أو الجلوس. ولكن إذا كان المنظور مختلف يقف الإنسان ليستوعبه. إذا شفنا الصورة من زاوية مختلفة يمكن يعني تخلينا نوقف شوية، يعني العمل يجذب المشاهد، يجذب الفيور، بيخليه يركز يقول شلون صورها زين. بس بشكل عام هناك أريحية لنا كبشر أن نأخذ صور وهي مستوى العين. فحاول أن تأخذ بمستوى العين، يعني مو تحت ولا يعني خليك مستوى عين، يعني خلي الكاميرا تقريبا في عين العنصر اللي مراد تصويره. مثل هذه الصورة صورت الطفلة بس أرفع شوية أرفع زين عن مستوى العين، وظهرت المدرسة والأطفال في الخلف. أحد النصائح: لا تجعل صورتك مصطنعة. لا تخلي صورتك مصطنعة. إذا بالخاص أنت قاعد بتوثق حياة الناس أو حياة الشارع أو حتى بالبيت، حتى مع الأولاد، حتى مع الأطفال، خلوهم بعفويتهم. يعني لا تعطي أوامر للناس ابتسموا يلا تشيس، لا، خلوا الناس على عفويتهم، خلهم أنت تصورهم وهم ما يدرون، يعني هم يعني يتحدثون. كل ما صارت الصورة عفوية، صارت الضحكة الابتسامة عفوية، كلما صارت الصورة أجمل. فما يحتاج يعني تقول للشخص وقف مني روح مني، إلا إذا كان عندك هدف معين أو صورة فنية في ذهنك أنت حاب تطبقها. يعني حاب إن مثلا رجل ماسك طفل وحاط يده فوق راس الطفل، لا، أنا راسمها كده، يعني قبل لا أصور أنا راسم صورة كده. فإذا أنا راسم صورة فنية في ذهني، ماكو إشكال إنك تكون مخرج العمل، إن تخلي العناصر كممثلين إلى العمل، كأنك أنت قاعد تطلع مسرح، أنت كمخرج توزع عناصر المسرح. فالعناصر توزيعها في العمل الفني لا إشكال فيه. أنت تريد توصل رسالة معينة أو عمل فني فإمكانك تتحكم فيه، بس بشكل عام للخروج بصورة جميلة عليك أن تختار صورة عفوية. مثال على ذلك، هذه الصورة في أحد الأزقة في الهند، ممر سوق وطرق مفتوحة. فأنت ما عندك مصور، ما عندك تحكم أن تقول للشخص روح مني أو تعال مني. صور الصورة، انتظر اللحظة المناسبة والتقط العمل. طبعا أحد النصائح هي إخراج الصورة النهائية وهي في الكاميرا، بمعنى أنك ناس وايد في مجال التصوير يتكلموا عن المعالجة. المعالجة ليست أساس، والمعالجة ما بتخلق لك صورة جميلة. بمعنى إذا كانت الصورة الأصلية الخام غير جيدة، صعب الخروج بصورة ممتازة أو رائعة. عليك بالخام، الصورة الأصلية لازم أن تكون صحيحة، إضاءتها صحيحة، ألوانها صحيحة، زاويتها صحيحة، تكوينها صحيح، وبعدها المعالجة. يعني لا تفكر في المعالجة قبل أخذ الصور، وإنما فكر في القصة أولاً وبعدها إعدادات الصورة والتكوين الصحيح. فالمعالجة لن تجلب لك صورة، وما المعالجة إلا تحسين فقط. فالمعالجة هي لتحسين الصور كإضاءة، كتكوين. مثلا صار عندك خلل بسيط في أثناء التصوير، الإضاءة بإمكانك تنزل وترفع، الألوان بإمكانك تشبع ألوان، بإمكانك تقلل ألوان. فالمعالجة هي تعتمد على الشخص وما يراه هو. طبعا ماكو شيء خطأ وصحيح في موضوع المعالجة. المعالجة هو إحساس وشعور وذوق فني، فليس بالضرورة ما يعجبك يعجب الآخرين، وليس بالضرورة ما يعجب الآخرين يعجبك. هو شيء فطري من الله سبحانه وتعالى، يخلق كل إنسان له حس فني مختلف. هاي الصورة مثلا مثل ما ذكرنا اللي هي الصورة النهائية وهي في الكاميرا، حاول تركز أثناء التصوير وبعدها عالجها.
يعني الإضاءة اللي داخله طبعا لا توجد إضاءة مصطنعة، الإضاءة الموجودة كلها إضاءة طبيعية يعني زين، ولكن لابد عليك تفكر في التكوين، تفكر في الألوان، تفكر في وضعية العناصر في العمل الفوتوغرافي وين يكونون. إذا خليتون العناصر في المكان الصحيح باستغلال التكوين أو قواعد التكوين أو استغلال كذا قاعدة فوتوغرافية في العمل، بتكون صورة جميلة جدا جدا. فليس بالضرورة أنك تخلي قاعدة واحدة، بإمكانك جمع عدة قواعد للخروج بعمل جميل جدا. طبعا هاي بعطيكم بعض اللمحات من أعمالي الفوتوغرافية. طبعا هذه الصورة استغليت فيها الإضاءة الداخلة من النافذة، فعليكم استغلال إضاءة، استغلال جميل جدا. حاولوا إذا كانت إضاءة داخلة من النافذة حاولوا أن تخلون عليها شيء، ما تكون إضاءة حادة داخل، يعني تكون إضاءة سوفت. فأبرز العنصر، خلي العنصر جنب النافذة، وخل عليها ستارة فاتحة أو شيء، وخليك أبيض من حق تكون إضاءة تكون كأنها سبيد لايت أو 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 فلاش لايت سوفت بوكس داش يعني إلى الغرفة. فخلي العنصر إذا عندك بيت أو عندك ولد أو تبغى تصورون أحد، وبالخاصة بالبيت استغلوا الإضاءة الطبيعية اللي داخلة من النوافذ. أي أحد الصور استغلت التكوين، الألوان، التعداد، تحسون أن هناك دوائر اللي هي الرؤوس، هي تعتبر تكرار في العمل الفوتوغرافي. هي أحد الصور أيضا تم استغلال ثلاث أشخاص موجودين. مثل ما ذكرنا أن لازم أن تكون الصورة عفوية جدا جدا، ليس للمصور دخل فيها، كل ما كانت الصورة عفوية كل ما كانت الصورة أجمل. أي أحد الصور أيضا من نفس المنطقة، هذا المثال تكلمنا عنه في وضعية التكوين. يعني قبل لا نتكلم في التكوين، يمكن إذا شاف الصورة واحد يقول الله صورة حلوة، بس ليش حلوة؟ الآن عرفت ليش حلوة، لأن فيها تكوين، فيها أحد القواعد التكوين وهي الكونتراست ما بين العنصر وخلفيته، في لونين مختلفين، لون حار ولون بارد، والشخص موجود في أحد، مش قلنا إحنا قاعد ثلث، هي هو موجود في أحد النقاط الذهبية التي تلتقي بها الأضلاع العمودي والأفقية. هم كذلك هذه يعني الشاطر بيعرف ليش الصورة جميلة، بغششكم شوي. أوكي، تم استغلال قاعدة الثلث، وتم استغلال قاعدة الخطوط الجايدنج لاين. تلاحظون ان الخطوط الخارجه من الزوايا ذاهبه الى الامراه العجوز التي تمشي، اوكي، التي تمشي كل الزوايا كل الخطوط رايحه لها، فهي احد القواعد. يعني استغلينا قاعدتين، فاليوم مو فقط تتعلمون او شلون تصورون، اليوم اعلمكم شلون تقرؤون الصوره. ليش الصوره حلوه؟ ليش الصوره وقفتني؟ لازم فيها شيء. اليوم تعلمتون القواعد اللي تخليكم على طول يعني تعرفون ليش الصورة جميلة. طبعاً تكلمنا عن الصور الملونة، ولكن هناك صور الأحادية البلاك اند وايت، صور يعني لها طابعها الخاص ولها جماليتها الخاصة اللي يعني تخليك توقف. الصور بلاك اند وايت يقولون إن هي تنقل مشاعر أكثر ما تنقل ألوان. هاي كلها صور، لأن بعض الأحيان الألوان تعمل تشتيت لعقل المتلقي، فالصورة البلاك اند وايت تعتمها أو تزيل الألوان منها وتخليك فقط تشعر أو تبرز العنصر فقط اللي مراد إبرازه في العمل. أحد الصور طبعاً
كل قواعد التكوين أكيد موجودة قاعدة فيها. لو تبحث عن الصور بتلاقي أحد قواعد التكوين موجودة في الصور. هذه أحد الصور طبعاً مثل ما تلاحظون. أحد الصور في سوق المنامة. الآن ندخل على المحور الثالث. خليت إلى وقت شوية زيادة لأن حاولت أضغط بساعة واحدة إلى المعلومات النظرية. اليوم بعطيكم منعالج صور مع بعض، برايكم شلون نعالج صورة حتى أنتم بعدين تطبقونها على صوركم بعد ما تلتقطونها. إن شاء الله ندش على طبعاً. أنا أنصح أن أثناء التصوير أنكم تصورون صور رو، بمعنى أنه صور خام. بإمكان أنا كمصور أني أتلاعب في الألوان بشكل أجمل، وأن أتلاعب في الإضاءة بشكل أكثر تحكماً مقارنة بصور جي بي جي. جي بي جي الكاميرا هي اللي بترتب لك الصورة، غير إذا أنت كمصور تقول للكاميرا لا أنا صوري لي صورة رو أنا بتحكم فيها بعدين في الوايت بالانس والأمور الكثيرة. اليوم نزلنا حين الآن صورة، أحد الصور على أحد البرامج معالجة، برنامج الفوتوشوب. أوكي، وندش نشوف شلون نقدر نتحكم في الصورة بشكل أكثر جمالية. عندنا الصورة هذه صورة رو، أخذتها في منطقة كشمير بالهند. أول شيء تسوونه في الصورة، أي صورة، أنكم تروحون طبعاً هي الكاميرا رو في الفوتوشوب. اللي ما عنده فوتوشوب على خل يأخذ شوية دراية طبعاً البرنامج الفوتوشوب هو برنامج يعتبر الأول للمصورين، بعد يجي برنامج اللايت روم. في برامج كثيره ولكن الفوتوشوب هو رقم واحد يعني. اوكي، نروح للبيسك، الاشياء يعني البدايه اللي تخليك تتحكم بالصوره بشكل اكثر، وهي اول شيء نروح لشيء يسمونه الهايلايت. الهايلايت نروح ننزله، اول خطوه في كل الصور تسووها، تروحون تنزلون الإضاءة لين ما تحسون أن إضاءتها صارت ممتازة. رحنا إلى تقريبا ماينس 80 ونرفع شوية الشادو الظلال، نفتحها شوية، ما نخليها كبيرة كامل، لا نخليها شوية يعني تعطينا إضاءة شوية أفضل من الإضاءة السابقة. نروح للوايت والبلاك، هاي اللي تتحكم في الإضاءة وال يعني في الهايلايت والشادو. نروح مثلاً للآي الوايت، نضغط على ألت ونشوف ونمد المد يمين لين ما يطلع لنا حاجة في الكاميرا، آسف في الشاشة. طلعت لنا لون أبيض، بنقول ما نخليه أقل شوي لين ما يختفي، بس ممتاز. نروح للبلاك، نضغط على ألت بعد، يبين لنا في سواد، يبين إنه موجود سواد في الصورة، فنخلي ما نغيره، خلي على صفر. الدهيز لازم استخدمه في كل صورة. أنا أعطيكم الآن الشيء الرئيسي لكل عمل، كل صورة لازم أسوي فيها هذه الحركة. الدهيز تروحون لشيء يعني تقريباً 10، من 10 ل 5، لا تروح نزل من 10 حتى ما تكون الصورة أوفر صايرة. بعدها نطلع إلى شيء يسمونه color. الآن نروح للألوان، في ألوان حاب نبرزها وفي ألوان حابين
نقلل اضاءتها. طبعا الالوان في الهيو طبعا الادجستمنت اسمه HSL، يعني شنو؟ يعني H اللي هي الهيو، الـ S يعني الساتوريشن، الـ L لومينانس. الهيو هي تغير لون اللون، يعني لو تلاحظون مثلا نروح لمثلا احد الالوان مثلا الاورنج، اذا وداني يصير احمر، شوف وجه الامراه تغير صار احمر، بدل هو برتقالي صار احمر، او بالعكس يروح للون الاصفر، فتركيبه اللونيه تختلف. فهذا يعني استخدامه قليل جدا. احنا الان نروح اول شيء الى الليمونانس، هاي نتحكم في اضاءه الالوان، شيء رئيسي يعني جدا جدا، امر مهم جدا يعني. اولا اضاءه الاورنج ننزلها دائما في التصوير، لازم اذا كانت صورك صحيحه الكاميرا بترفع شويه على اللون البرتقالي، فانت كمصور لازم تقول الكاميرا نزليها شويه، فانزل تقريبا الى حدود 10 او 15، اقول له 15 ممتاز. الاحمر اشوف وين ياثر لي، وين ياثر لي اللون الاحمر، ياثر لي في احد القطع اللي لابستنا المراه، انا ما بخليه احمر صفر، انا بقلل اضاءته حتى لا يشوه لي العمل. عم الناس تركز فقط في العناصر، الوجه، وجه الطفله ووجه الام. فاجي اعتم اللون الاحمر، عتمته. الاصفر اشوف وين يعطيني اللون الاصفر، اللون الاصفر يلعب لي في مؤثر لي على الورود بالاسفل وعلى الجبل، تلاحظون صار اسود، كل ما كبرته صار، كل ما رفعت العدد برزت لي الورود بشكل اكبر. فانا اقول له افتح لي شويه الى تقريبا 15 ايضا. الان احنا عندنا خيار، ما قلت لكم هي مساله ذوقيه، يعني انت ايش حاب تخلي، هل تبغى تبرز ان هناك ربيع مثلا الوان خضراء اكثر، او تبغيها ان تكون الصوره كانها في الخريف. اذا زيت اللون الاخضر العشب بتعطيك شويه رمزيه الربيع، اذا قللت الاضاءه وغيرت اللون بتكون لك اضاءه الخريف او لون الخريف، لون الحشائش الميته. انا دائما مدام انا في الربيع فدائما الصورة، فبرفع الإضاءة الخضراء تقريبا 50 ممتاز. الأزرق لون السماء بإمكاني أغيره، أنزل إضاءته أو أزيد إضاءته. تزيد الإضاءة، إذا زيت الإضاءة ما بيكون شيء جيد للنظر، ولا تظليمها بيكون تحس أن الصورة فيها خطأ. فإحنا أكثر حاجة حاولوا تشتغلون من 10 إلى 15، فننزل إلى 15 ممتاز، حتى يعمل لي تباين ما بين اللون الأبيض للغيوم والسماء. أوكي، خلصنا تقريبا الإضاءات، نروح إلى التشبع اللوني. مثل ما قلنا أن الكاميرات تعطي تشبع وإضاءة عالية على الوجوه، قصرنا من إضاءة اللون البرتقالي الوجه، ولازم نقصر اللون البرتقالي، فنقول روحي إلى 10، اذهبي أيتها الإضاءة إلى 10. فالآن التشبع اللوني نزلنا من 0 إلى ماينس 10، البرتقالي اللي نزلناه الآن الأصفر بإمكاني أزيد عليه بالتحكم، ونروح فأقدر أزيد على الأصفر، وأقدر على الأحمر تشبع، الأخضر بإمكاني أعطيه تشبع كبير،
اوكي. هي الالوان لابد عليك المصور انك تاخذها وتوديها يمين يسار، يعني يا تعطيها تشبع لوني او تقلل من التشبع، تشوف شنو تاثر في اي مناطق في الصوره. انا اعرف ان اللون الازرق هو لون السماء، انا ما ابغي اللون الازرق يكون بهذا اللون، ممكن هي زايده ممكن اقللها. فانا اقول بزيد شويه لما بعد الى 15. حلو، اوكي. هناك حركه جميله لتصوير المناظر الطبيعيه او الاشخاص في المزارع، وهي التاثير اللوني على اللون الاخضر. اخلي اكثر اخضرار، اروح للهيو، اروح اللون الاخضر، يا ان اخلي اصفر مثل ما يصير لون الخريف، يعني لون ميت تقريبا، او اقول له لا اعطني لون اكثر اخضرار، اخلي تقريبا 10 ل 15. انا دائما اتحدث اياكم 10 ل 15، لان المعالجه الكبيره في الصور يعني زي يعني الشيء الزايد عن حد ينقلب ضده يعني. فكل ما اخليت يعني اريحيه لعين المشاهد انه ما في تشبع كثير، يقولون مش من الزايد قاصر يعني. فلا لا لا تزيد على، خل انت فقط تحسين وليس تشبع. لا تروح الى الساتوريشن من البيسك وتخليه كامل، لا روح لون بلون، روح لون بلون. اعتقد هنا خلصنا. الان اجي لاشياء ثانيه اتحكم فيها. انا اريد الان ان ابرز العمل بشكل افضل. زين، الان هنا انا عندي صوره لامراه خارجه تقريبا بتخرج من الاطار. طبعا ليست هي في احد يعني احد قواعد التكوين اللي هي قاعده الثلث، ولكن هي بالشكل الخطا. في افراد ما خبرتكم في قواعد كثيره في التكوين. احد قواعد التكوين لم نذكرها وهي قاعده المسافه. يعني المراه لو كانت في هذا الطرف مثلا، مثل ما تلاحظون شوف الكورسر سوينا، لو كانت هنا المراه عندها مساحه امامها لكان الصوره اجمل، او كانت الامراه معاكسه يعني كانت بالعكس، كان المسافه اللي امام عينها اكبر من المسافه اللي خلفها. فالان علي ان نعمل كروب، اوكي، القصاص القص. فاروح للقص واختار من الكاستمز الاسبيكت ريشيو، اختار شنو اللي اتحكم فيه. المرأة سوري، المرأة جميلة وفي قاعدة صحيحة، ولكن نظرتها خطأ، يعني النظر اللي واقف فيها خطأ. فلازم أن أغير حجم الصورة، أوكي، من أن هي تكون مستطيلة أنا بخليها 1:1 مربعة. فأجي لكمل الصورة وأقول لها أبغيها ما زالت في المنتصف، أوكي جميل. ولكن بإمكان أن أستغل الصورة بشكل أفضل، أن أخليها هي تكون في منتصف العمل، أخليها في منتصف العمل. الآن الصورة صارت أكثر جمالية، أرفع عقده شوية بس تبين لي بشكل أفضل. أعتقد كذا ممتاز. أوكي، الآن أقدر أستغل في الرو، ما زلت أنا في الرو، أقدر أستغل أمور ثانية. أوكي، أروح لأحد الفلاتر ريدر فلتر وأقول له أوكي، أقول له أبغي المنطقة هذه أي التأثير راح نصار عليها، أقول له سوي لي إنفرت، أثر علي فقط في الخلف. يعني هذا الفلتر يتحكم لي في الشخص، هل أنا أبغي إضاءة عليه فقط والخلفية أعتمها أو بالعكس. أنا سويت عكس، أبغي أقلل الإضاءات الموجودة المحيطة بالعنصر، فأقلل إضاءته، يعني أنزل الهايلايت ونزل الوايت. اوكي، الان صار
بشكل أوضح. أوكي، أروح بعد مرة ثانية إلى هاي الفلتر يسمونه الجريديت فلتر. أوكي، أقدر أنزل هني، أنزل السماء. أوكي، أضرب Alt حتى يثبت لي مرة يمين يسار أو Shift، ونزل الإكسبوجر. دائما خلوا الإكسبوجر 0.3، أوكي، لا تزيدون واحد أو شيء حتى لا يكون دراماتيك كثير الصورة، تكون بهذا المستوى ونفس الوقت بهذا المستوى بعد. أوكي، الآن عندي أنا شيء وهي الإضاءة اللي صار هنا أثناء التصوير. الكاميرا العدسة كان فيها خلل، فدخلت لي إضاءة سوداء هنا وسوت لي مشكلة بعد لازم أعالجها، وهي يمكن ما أدري إذا تشوفونها بشكل كبير أو لا. أوكي، الشكل هو أن السماء معزول من الجهة اليسرى وواضح من الجهة اليمنى، وهم في نفس المسافة، فلازم أن أنا أشتغل عليهم هذين. أولاً أن أشتغل على الإضاءة السوداء اللي داخله، أعمل لي مرة ثانية فلتر، gradient filter. أوكي، أشيل أشوف وين تأثيره، وين رايح تأثيره، في المكان الصحيح. حلو، أروح أقول له افتح لي شوية الشادو، افتح لي الهايلايت، افتح لي الوايت، بمكان أن أسحبه بحيث ما يأثر فيني لما أحس أن الإضاءة صحيحة. أقول لي كونتراست نزل لي حتى لا تعطيني تشبع كثير في الألوان. حلو، وصلنا خير. الآن نقول له open، بيفتح لي على الفوتوشوب. الفوتوشوب كالعادة المعروف، أول ما أسوي كوماند جي أو كنترول جي اللي هو أعمل نسخة إلى صورة حتى تكون عندي صورة مخزنة أصلية، حتى لو خطأت في المعالجة أرجع لها. أوكي، أول خطوة تسوونها عقب ما تنزل تروحون شيء يسمونه كيرف. عن الكيرف، طبعا الكيرف هذا يتحكم مثل اللي بيتحكم في الإضاءة، يعني تكون إضاءة عالية أو منخفضة، نفس الشيء يعني تكون مكسور السواد أو إن هي وايد سوداء. تروحون في المنتصف الميد تون، تقول نزلي الميد تون شوية. أوكي، وانتم ضاغطين على الأبيض روحوا إلى البراش هني وضربوا إكس. الإكس هو يتحكم في اللون أبيض أو أسود، الفلتر هو باللون الأبيض، فإذا بأمسح أحد الفلاتر أستخدم البراش السوداء، فأروح إكس يبقى معناته إكس أغير اللون. مثل ما تلاحظون تتغير اللون، اللون هذا يتغير، فأروح للإكس وأقول له هاي إضاءتها لا تقللها. أنا قللت بالكيرف، قللت الإضاءة بشكل عام على الصورة كلها، الآن أتكلم بشكل خاص أن فقط هؤلاء لا تتحكم، لا تنزل لي إضاءتهم أبدا أبدا. لما تلاحظون الآن صار هناك خط أسود في المربع، يعني التأثير تم إزالته في هذه المنطقة السوداء. جميل؟ أوكي، نروح نسوي كيرف ثاني، نقول له أرفع الإضاءة شوية. أوكي، على الصورة كلها، بس الآن أنا لازم أطفي الفلتر، لأن أنا بستخدمه حتى أزيل النقطة السوداء في اليسار، فأسوي كنترول آي بالويندو، كوماند آي بالماك، فأطفي صار أسود. فأروح للبروش، نفس الشيء الموجودة هنا البروش، وأروح أستغل
اللون الأبيض، أقول له أعطني تأثير على منطقة معينة. الآن أنا أعلمكم العكس، أوكي؟ فأروح للمنطقة السوداء اللي أنا أبغيها، وأروح ل opacity قليل، يعني حدود ال 15، وأبين الإضاءة، أقول له أعطني إضاءة أزيد. اوكي اي قبل وبعد، قبل بعد. اوكي موجود اوبسيتي موجود هنا، بامكاني بعد ان اعدل، اشيل او اقلل او ازيد الى المستوى اللي احبه. اوكي حتى اجمع اللي عدلته اروح ل Command Alt Shift E. ال Command Alt أو Control Alt Shift E يعطيني نسخة لآخر تعديل عملت فيه على يعني على كل النقاط اللي اشتغلت فيها. الآن هنا أروح أبغى أعدل الخطأ اللي صار في العدسة أثناء التصوير، إن هي سوت لي هني بلير، سوت لي هني فوكس. فأروح لهذه الخاصية، أوكي يسمونها البلور تول، إن تعزل لي المنطقة اللي أنا أريدها. فأروح أطق عليها، أوكي أختار قوة العزل، مكتوب 100، أقدر أخليها 50 مثلا أو 30 اللي ما أحس إنه أوكي. أوكي فأروح إلى المنطقة اللي أبغى أعزلها وأطق عليها، تكون معزولة بشكل كبير. أروح 100 في بعض المناطق، أصغر صغرها. أوكي أقدر بعد مرة ثانية أكررها. قبل بعد. ايوه جميل. الان بامكاني اعمل بعض التعديلات، لان صار العزل ليس فقط في السماء وانما صار على الحشائش الموجوده هنا في السله. بامكاني اعمل ماسك تحت واروح للبراش واقول له ما دام الخلفيه بيضاء يعني عكسها سوداء، فاضرب اكس وبصير اسود. فاروح الى هني وعدل، بدي اطلع اقول ابرز لي مره ثانيه الحشائش انهم فوكس وانهم واضحين. واذا الطفل بعد صاده عزل او شيء ينشال. الان مثل ما تلاحظون صارت بشكل جميل وواضح. اخر شيء اسويه في كل الصور انك تروح إلى الليفل وتروح مثل ما قلنا الانستغرام، تشوف هل إضاءة صحيحة ولا لا. أقول صح، ليس يمين وليس يسار. طبعا هناك أشياء سوداء واجد، فمايل الانستغرام إلى شوية يسار، فبإمكاني أن هاي أسحبها شوية على اليمين فبتكسر لي السواد الموجود في العمل، أو بإمكاني أشوف البياض وين، أعطيك ألت أشوف وين البياض وطلعت لي صورة واضحة. هنا صار العمل متكامل. آخر شيء أن أروح Save it as، إذا بتحطون حق إنستغرام أو فيسبوك تروحون تقولون له Save it as wipe، بإمكانكم تروحون هنا Save it for wipe يعني ويب سايت. طبعا الصوره هني احيانا تكون ببروفايل مستخدم يعني مختلف، فاذا سويت سيفت اس وايب. طبعا في نقطه لم اذكرها بامكان نرجع لها لحظه، ان تقدرون تسوون شاربنس حق الصوره، بامكانك تسوون شاربنس حق الصوره. يعني
أنا عندي الصورة هذه ممتازة، بس بإمكان أن أعمل شارنس بعد، يعني أعطي أكثر تفاصيل، وهي أن أروح فلتر، أروح شارب شاربين، أروح أنشارب ماسك، أوكي؟ خلوه 1.2 أو 1.5 في الراديوس، وخلوها على 115 أو 100 وتقول عليها تصوم عليها ماسك مرة ثانية، بس هالمرة ألت بلاك، يعني تسوونه مطفي، تخلون ماسك على منطقة معينة بس. يعني الآن نروح بالأبيض ونقول لهم والفوتوشوب تعال أعطني فوكس بس على المرأة. هل تلاحظون قبل بعد؟ يمكن تكون في المنازل ما بتشوفونه بشكل واضح، إن شاء الله تشوفونه بشكل واضح، بس تغيير كبير جدا جدا في الصورة. المهم تروحون آخر شيء إلى الإكسبورت أس سيفت فور ويب، اختاروا الحجم اللي تبغونه، مثلا حق مثلا انستغرام، مثلا نقول مثلا 1080 هو الحد الأقصى، 1080 حط الويد، اوكي نقول سيفت اس. شيء مهم جدا جدا انه لازم يكون هذا معني مضقوق صح عليه، يسمونه كونفرت اس ار جي بي، حتى ما تكون الصوره الموجوده عندك في اللابتوب او البي سي مختلفه عن التلفون. احيانا اذا ما ضربت هذا الالوان بتقول ليش عندي انا في اللابتوب جميل بس في الانستغرام والفيسبوك، الانستغرام والفيسبوك غير، لانك ما طقيت على الاس ار جي بي، لان كل الشاشات تستخدم بروفايل اسمه كلر اس ار جي بي. اطق على هذا واقول له اوكي سيف ات، اوكي يقول لي وين تبغى تسوي سيف، قلت له اوكي سوى في الديسكتوب، خلاص راح. الآن الصورة موجودة هنا مثل ما تلاحظون بالشكل هذا. طبعا هناك ضاء طبعا شوية زايدة مني، بإمكانك بعد تقللها ترجع لها، بس بشكل عام هي أساسيات معالجة الصور، أمور أساسية عليك أخي المصور أختي المصورة أنكم تدشون على الفوتوشوب وتتعلمونها، ابحثوا عنها. اليوم هو مجرد تذكير خطوط عريضة، ما قدرت أدشك فيها بالتفاصيل اللي تأخذ منها يعني ساعات كثيرة. حاولت قدر المستطاع أني أوجز، ويعني سامحوني ضغط شوية على المحاضرة بشكل سريع حتى يعني نختصر الوقت. إن شاء الله أكون يعني ضيف بسيط وسهل، معلومات سهلة أعطيتكم إياها ممكنكم تستغلونها أثناء التصوير. بفتح المجال الأسئلة للنقاش، عندنا شوية وقت، إذا واحد حاب أسئلة ممكن يسأل، يرفع يا يضرب الهند حتى نختار نخليه يتكلم، أو أنه بإمكانه يكتب لي في النوت. حياكم الله. يا حياكم الله، يعطيكم العافية أختي فاطمة، شكرا أخ محمد، معتز، سامحونا على الخطأ الفني اللي صار، الله يعافيكم، شكرا أختي هبة. إذا عندكم أسئلة أو شيء قبل نخلص الباب، شكرا أخ عبد الله، الله يقويكم إن شاء الله. ها
حمدي يعني ما شاء الله يعني الشرح وافي وما في أسئلة يعني دشنا لك متفاصيل بالتفاصيل شوية، بس مثل ما قلت لك سامحوني لأني عندنا يعني ساعتين بالكثير فضغطت شوية المحاضرة. إن شاء الله يعني إلى لقاء آخر معكم في أحد المنصات الإعلامية ونكون يعني ناخذ وقتنا في مجال فوتوغرافي كبير، مجال المعالجة مع مجال الأساسيات وايد وايد يعني. كان ودنا نعدل على صور في البحرين لأن عندنا إشكالية. شنو الإشكالية؟ ماكو إشكالية، كل الصور بالإمكان معالجتها يعني. إن شاء الله محاضرة قادمة إن شاء الله. يا هلا بيكم، شكرا أخت نورة جناحي، الإخوان، الأخت خديجة، يا حياكم الله. المحاضرة مسجلة؟ والله ما عندي علم، إن شاء الله تكون مسجلة. كاميرا وعدسة للمبتدئين. اليوم الكاميرا غير مهمة، اليوم بإمكان استغلال حتى التلفون اللي في يدكم للخروج بصورة رائعة. اليوم شركات الاتصال التلفونات بدأت تخرج يعني كاميرات بحدة عالية وريزوليوشن عالي، بإمكانكم استغلال كل شيء. بس بشكل عام كمبتدئ بإمكانكم تأخذون كاميرات الكروب، واليوم أنا ما أنصح بكاميرات DSLR. اليوم نروح وصلنا إلى مرحلة الميرورلس، فبإمكانكم تستغلون العروض الموجودة هذا الأسبوع لشراء كاميرات بلاك فرايدي. نحتاج محاضرة عملية، أتمنى ذلك إن شاء الله إن شاء الله. عندي سؤال صيغة الصور. الصور مثل ما خبرتكم لو الصورة لازم تكون رو، كل ما صارت الصورة رو خام بمكان، هي مثل العجينة، الصورة إذا صورتها رو تكون مثل العجينة بمكان إخراجها وتطويحها كيف ما تشاء. لكن إذا صورة صورتها جي بي جي خلاص الكاميرا عالجت لك الصورة من حيث الإضاءة، الوايت بالانس، الألوان، الشاربنس، كل حاجة وكل حاجة. فخلكم على الرو. طبعاً اللي ما عنده برامج معالجة وما يحب يدش في هذا المجال بقوة بإمكانه يصور ويخرج بصور جميلة جداً باستخدام القواعد اللي تحدثنا فيها، ويحط في الحسبان قضية الهنستغرام حتى يعطي تعريض صحيح وهي في الكاميرا. أوكي، سابقاً لا يوجد هناك شيء اسمه فوتوشوب. خلكم صوروا جي بي جي، ماكو مشكلة من الجيب من الكاميرا إلى اللابتوب أو من الكاميرا إلى البرامج السوشيال ميديا، ماكو مشكلة، خلي الكاميرا تعالج. ولكن بإمكانك أنت بعد يعني تعطي الكاميرا شنو حاب، بإمكانك تخلي الكاميرا يعني تختار بروفايل بيكشر بروفايل إنها تعطي تشبع ألوان أو تبخي شارب أزيد يعني. فبإمكانك إنك تخرج الكاميرا وهي يعني تخرج الصورة، الكاميرا تخرج لك الصورة بشكل يعني جيد ما يعني جيدة وليست ممتازة. فما قلت لكم كل ما صارت الصورة رو ممكن تتحكم فيها. جي بي جي ممكن بس ولكن يعني في شوية عليها ملاحظات إذا هي جي بي جي. إن شاء الله. طبعاً مجال آخر تصوير الموبايل، مجال آخر طبعاً هي قواعد التصوير ثابتة في كل المجالات بغض النظر ما هي الاستخدام، هي هل استخدمت كاميرا ميرورلس أو DSLR على سكروب أو فول فريم ميديوم فورمات أو تلفون أو أي حاجة. يعني في النهاية هي أداة تلتقط المشهد. النهاية الكاميرا ليست أساس، الأساس هو من خلف الكاميرا. شنو تنصح لشراء معدات التصوير غير الكاميرا والعدسة؟ الرفلكتر، الرفلكتر جدا مهم. الرفلكتر يستخدم في النهار لعكس أشعة الشمس. مثلا أنت بتصور شخص
وراه شمس، فبيكون ظلام. شو تسوي؟ تاخذ ريفلكتر تعطيه شوية إضاءة ساقطة من الشمس تعطيه على وجه لا أغلب الصور اللي صورتها بالDSLR وفيها بعض الصور ميرورلس، مثل ما خبرتكم أن الكاميرا احترافية الكاميرا ليس بتلك الأهمية. الأهمية هي عقلية وفكر المصور، ثقافة المصور، علم المصور. كل ما ثقفت كمصور وتعلمت، كل ما خرجت بصورة حتى بأشياء بدائية بكاميرا عادية. تصوير منتجات طبعا تختلف. تصوير منتجات احيانا المصور ما يقدر يتحكم، يعني تصوير منتجات احيانا صاحب العمل او صاحب المحل هو اللي يجبرك ان ابغى خلفيه زرقاء، ابغى خلفيه صفراء. فاحيانا انت كمصور ما تقدر تتحكم، غير التصوير الفني. التصوير الفني انت تتحكم اللي تحب، لكن التسويق التجاري لا، انت محكوم بذوق يعني معين. او بعض اصحاب المحلات يعطيك الصور والكابل صوره كذي، يعني ابغي طريقه المعالجه كذي، فانت خلاص تكون ملزم في النهايه. هو يعني عقد كونتراكت موجود موقع ما بينك وبينه. الكاميرا الدي اس ال ار ممتازه، ولكن نحن نتحدث عن اليوم والمستقبل هو الميرورلس. فبدل ما تدفع لك مبلغ 800 او 1000 دينار في كاميرا دي اس ال ار، ما زالت كاميرات الدي اس ال ار قويه جدا، و يعني حتى اذا سقطت ما يصير فيها شيء، يعني ما تنكسر. غير الميرورلس بتدفع فيها فلوس كثيره، وممكن اي سقطه نقول مع السلامه. طبعا الخيار مفتوح، الدي اس ال ار اللي لها مميزات والميرورلس اللي لها مميزات. بس كمبتدئ مبلغ بسيط جدا ممكنكم الدخول وشراء المحلات التجاريه وشراء يعني كاميرا في حدود 200 او 300 دينار بحريني، ممكنك تاخذ كاميرا جدا جدا جميله. اعتقد وصلنا الى نهايه بثنا اليوم. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، وان شاء الله الى لقاء اخر. يعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.